هشرح لكم اليوم عن الأورال هيستولوجي، وأول موضوع عنا هنا هو الإنامل. الإنامل طبعا الليكتشر أوتلاين، يعني إيش لازم نستفيد بعد ما ندرس الإنامل. لازم نعرف الفيزيكال بروبرتيز للإنامل، الكيميكال كومبوزيشن، هيستولوجيكال ستركتشر أوف إنامل، and age changes in enamel, clinical consideration. Physical properties، أول إشي the hardest tissue. الإنامل يعتبر the hardest tissue، هو أقوى tissue موجود عندنا في جسم الإنسان، حتى إنه أقوى من البون. Withstands shearing and impact forces and has a high resistance to abrasion. يعني shearing and impact forces معناها هي القوة اللي بتتعرض لها الأسنان من خلال المضغ، mastication forces، بصير في عمليات حت للسن. هذا المقصود في shearing and impact forces and has a high resistance to abrasion. Abrasion معناها هو عمليات الحت اللي بتصير للسن من خلال الفورسز اللي بيظل يتعرض لها والأورال انفايرومنت، and has a high resistance to abrasion. Thickness varies from up to 2.5 mm, 1.3 mm in primary over cusps to feather edge at cervical margins. يعني الثيكنس أكثر إشي بتكون 2.5 mm في البيرمننت تيث من عند الكسب، تبدأ تتناقص تدريجيا لغاية السيرفايكال مارجن. هاي هون أنا عندي الكسب، هذا هو الكسب، هون الكسب. أكبر ثيكنس للإنامل بيكون موجود عندي الكسب، وببدأ يتناقص تدريجيا لغاية السيرفايكال مارجن. سيرفايكال مارجن هذا الجزء بنسميه إنسايزل، زي ما أخذنا إنسايزل إج أو كسب تيب زي ما أخذنا بالدنتال أناتومي. ومن هنا بتسمى إيش؟ سيرفايكال مارجن اللي هو سيمنتو إنامل جانكشن، هو المقصود في السيرفايكال. كل ما نزلنا تحت بتسمى سيرفايكال، كل ما طلعنا لفوق بتسمى إنسايزل. Thickness varies from up to 2.5 mm over cusps to feather edge at cervical margin. أكبر thickness في primary teeth بيكون 1.3 mm، وموجود عند الكسب تيب، وطبعا بيتناقص تدريجيا لغاية cervical margin. It cannot be repaired or replaced. الإنامل ما بتصلح، ما بتعالج. إذا راح الإنامل خلص، ما في إشي يعوضه. طبعا هذا بالاختلاف عن الدنتين. الدنتين بتعوض بتصلح، الدنتين formed throughout life. في الموضوع الجاي رح يكون عن الدنتين. It is brittle, requires the support of the resilient dentine. Brittle requires the support of the resilient dentine. شو يعني brittle؟ بريتل تاخدوها بالدنتال ماتيريال في الفصل الثاني. كلمة بريتل معناها انه بينكسر سريعا، معناها هش، انه هو بينكسر سريعا، سريع الانكسار. لذلك بيحتاج support of the resilient dentine. الدنتين هي الطبقة التي تأتي تحت الإنامل، هي الدنتين. So brittle requires the support of the resilient dentine. بوجود الدنتين تحته يصعب كسر الإنامل. Low tensile strength but high modulus of elasticity. Modulus of elasticity هو كمية، شو يعني elasticity؟ elasticity هو قدرة الجسم بأنه يرجع لشكله الطبيعي بعد ما يتمدد، زي المغيطة. المغيط لما أنا أمدده ترجع لشكله الطبيعي. Low tensile strength but high modulus of elasticity. Modulus of elasticity هو معيار المرونة. كل ما زاد المودولس of elasticity كل ما قلت الإلاستيسيتي. يعني الجسم اللي عنده إلاستيك بروبرتي قليلة بيكون عنده high modulus of elasticity. المودولس of elasticity بتناسب عكسيا مع الإلاستيسيتي. هذا راح تاخدوه في الدنتال ماتيريالز، معنى كلمة modulus of elasticity والقانون تبعه. Low tensile strength. Tensile strength هي قوة الشد، زي انه انا عندي مستطيل، وهذا المستطيل في له حدا بيشده من جهة وحدا بيشده من الجهة الثانية. قوة الشد هاي راح تعمل لي تغير في شكل المكعب او المستطيل اللي عندي. هنا low tensile strength قد ما انا ضغطت على الانامل، الانامل ما راح يتغير، ما راح يتم شده. So low tensile strength but high modulus of elasticity، يعني الإلاستيك تبعته قليلة. Surface enamel is harder, denser and less porous than the subsurface enamel. هذا الشيء بيعتمد على surface enamel is harder. كل ما نزلنا في الإنامل لتحت بصير أقل، بصير softer، بصير أقل dense، وبصير porosityياته بتكثر. يعني surface enamel بيختلف اختلاف كلي عن subsurface enamel. نعم
راح نشوف هذا الإشي في السلايدات الجاي. Hardness and density decrease from the cusp tips to the cervical margins. شو السبب إنه ال hardness وال density بتقل من ال cusp tips to the cervical margins؟ حكينا هنا في هاي السلايد بإنه thickness بتختلف، أكثر إشي عندي thickness عند ال cusp tip وأقل إشي عندي thickness at the cervical margins. لذلك 100% طبيعيا بديهيا منطقيا إنه ال hardness وال density بتقل من ال cusp tip لغاية ال cervical margin. Young enamel appears white, turning to a more yellow appearance as translucency increases with age. The young enamel, يعني الأطفال الصغار في العمر، الإنامل تبعهم بيكون أبيض أكثر، بيكون هو أبيض مع العمر، مع إنه الكبر قديش بيكبر، يصير في more yellow appearance نتيجة طبعاً لصبغات الأكل، نتيجة إلى إنه الدنتين formed throughout life. في الموضوع اللي بعده راح تعرفوا انه الدنتين formed throughout life. الدنتين وكمان الدنتين لونه اصفر بالطبيعة. الدنتين بما انه formed throughout life بضل يتشكل 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 يتشكل، هو لونه اصفر وهو موجود تحت الانامل، بينما الانامل عم بيصير عليه عمليات حتى تعرية، عم بيصير عليه abrasion. لذلك الانامل بقل والدنتين عم بيكثر، وبالتالي حكينا انه translucency of enamel is increases. So it will become more yellow appearance with age. Chemical composition. Chemical composition. Enamel is composed of 96% inorganic components, 2% organic component, and 2% water by weight. هاي نسب مهمة جدا يسأل عنها كتير دكتور فراس. Enamel is composed of 96% inorganic. Inorganic المقصود فيها هي المعادن، هي المينرالز، هي الهيدروكسي أباتايت كريستالز. Inorganic composition كالسيوم هيدروكسي أباتايت، كالسيوم 10 PO4 6 OH2 is the principal mineral component of enamel. هو المينرال كومبوننت، هو المعدن الأساسي الموجود جوا الإنامل. في معادن أخرى فيه ولكنه المعدن الأساسي هو كالسيوم هيدروكسي أباتايت كريستال. It is presented in the form of crystallites, crystals. Organic composition, free amino acids, small molecules, peptides, and large protein complexes, amylogenins and non-amylogenins. هنا الدكتور دائما بيسأل عن سؤال إن واحد من التالي لا يعتبر واحد من الفايبرز التالية، واحد من البروتينات التالية لا غير موجود في الإنامل. الجواب بيكون كولاجين. الكولاجين غير موجود في الإنامل على عكس الدنتين وعلى عكس البلب. So amylogenins and non-amylogenins هذول موجودين في الإنامل. Amylogenins non-amylogenins بتنقسم لتفتلين، إناملين and amyloblastin. Enamel hydroxyapatite crystals are about 17 nanometer in width, 25 nanometer thick, and of great length, almost the full thickness of enamel. الكريستالز جدا كبيرة مقارنة بالدنتين. كمان شو بيستخدم الدنتين. Most crystallites are hexagonal in cross section, سداسي الشكل. The cores of the crystals are richer in magnesium and carbonate in comparison to the peripheries. هاي واحدة من البروبرتيز اللي حكينا عنها هون. Surface enamel بيختلف عن subsurface enamel. يختلف، هاي واحدة من الاختلافات بانه السيرفس انامل از هاردر لانه بيتكون من هيدروكسي اباتايت كريستالز بورلي كالسيوم هيدروكسي اباتايت كريستالز، بينما لما نزلنا على الكورز الكريستالز صارت اغنى بالمغنيسيوم. المغنيسيوم خاصية استبدال عندك مكان الكالسيوم، وصارت اغنى بالكربونات مكان البي او 4 اللي هي كربونات له سي او 3 صارت مكان البي او 4. سو السيرفس انامل كان هاردر ذان ذا سب سيرفس انامل in comparison to the peripheries. هذا الاستبدال بصير خلال الفورميشن اوف ذا انامل، خلال الفورميشن اوف ذا انامل. ليش؟ هسه بنحكي ليش. Each crystal unit has a hydroxyl group surrounded by 3 calcium ions which are surrounded by 3 phosphate ions, 6 calcium ions in a hexagon enclose the phosphate ions. يعني each crystal unit has a hydroxyl group، في عندي hydroxyl group بالوسط. Surrounded by 3 calcium ions which are 3 calcium ions. هذول 3 calcium ions بنسميهم screw axis calcium. Surrounded by 3 phosphate ions. And those 3 calcium ions surrounded by 3 phosphate ions. Surrounded by 3 phosphate ions. Surrounded by 3 phosphate ions.
6 calcium ions in a hexagon enclose 1, 2, 3, 4, 5, 6 in a hexagon enclose the phosphate ions. The crystal is made of a repetition of those bands of ions side by side in stacked layers. يعني crystals جايات فوق بعضهم بعض 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 بحيث كونت لي stacked layer. هاي مهمة. هذا الشيء غير موجود في الدنتين. The main substituents of the human apatite are HBO4 and CO3. CO3 low carbonate for BO4. SRBABB and AK and MG for calcium. Fluor chloride, bromium and iodine for OH. خاصية الاستبدال خاصة في الإنامل. The cores of the crystals are richer in magnesium. Magnesium مكان مين؟ مكان الكالسيوم. الكربونات مكان مين؟ مكان البي او 4 الفوسفيت. The ions present in enamel may influence dental caries by affecting the dissolution of the apatite crystals and or affecting remineralization. الأيونات الموجودة في الإنامل may influence ممكن تأثر على تسوس الأسنان. يعني أي استبدال من هذولا مكان الكريستال الطبيعية. شو هي الكريستال الطبيعية؟ الكريستال الطبيعية بتتكون من 10 أيونات كالسيوم، بتتكون من 6 أيونات بي أو 4، بتتكون من أيونين أو أتش. أيوه تمام. أي استبدال من هذولا مكان يا إما الأو أتش أو الكالسيوم أو البي أو 4 بيؤدي للكيريز، بيؤدي للدنتال كيريز. By affecting السبب هو affecting the dissolution of the apatite crystals and or affecting remineralization. Fluorides هو الوحيد اللي بيعمل لي inhibit للكيريز. Carbonates incorporation in the crystal promotes the carious attack. يزود لي الكيريز، بيخلي الأسنان أكثر عرضة للكيريز. الكربونات مثال عليه هو الصودا البيبسي. 2% by weight. Water is 2% by weight, 5 to 10% by volume. Water presence is related to the porosity of the tissue. هل ال water موجود على surface of the outer surface of enamel؟ لا. في saliva. بس ما في يعني water ك water ما في. ال water موجود وين؟ في subsurface enamel. في subsurface enamel it is more porous. So water is presented because of porosity of the tissue in the subsurface enamel. May it be presented between the crystals surrounding the organic component. The crystals are in the stacked layer. Crystal فوق crystal فوق crystal فوق crystal. ممكن الwater ما يكون بيناتهم. ممكن يكون الwater يحوط the crystals, the stacked layer of the crystals اللي جنب بعض. أو may it be trapped within a crystalline. أو ممكن يكون بين the stacked layers شوي صغيرة water. بحيث انه trapped بحيث انه يكون لي hydration layer. Hydration layer may be presented between the crystals surrounding the organic component. طب ليش هون حكى surrounding the organic component؟ لانه الorganic component عايمة ما إلها مكان معين، هي مش بطريقة منظمة زي الكريستالز. هنا hydration layer في حالة انها trapped. Fluoride ions travel through the water component. ليش؟ بسبب البوروزيتي. والفلورايد ايونز موجودة وين؟ في السبسيرفس. Mature enamel 1 to 2% varies from 5%, 0.05% to 3% depending on the regulatory of the crystals. Mature enamel and immature enamel. لازم نعرف نميز بين mature enamel and immature enamel. Mature enamel composed of 1 to 2% of organic matrix. After طبعا الماتشور انامل after crown completion بيبدأ الانامل ماتشوريشن رحلته في الماتشوريشن بعد الكراون كومبليشن بعد ما يكتمل الكراون and before eruption. In the crown completion there is a process called maturation of enamel which is the substitution of organic materials by minerals. الorganic materials بتصير تستبدل by minerals. ليش؟ كيف يعني الorganic materials بتصير تستبدل؟ لأنه الامماتشور انامل الإنامل اللي بعده ما صار له maturation كان يتكون من 25 ل 30% من organic material، وهاي 30% أغلبها كانت amylogenins. 90% منها كانت عبارة عن amylogenins، والamylogenins كل واحد amylogenin بيكون بريزم. شو يعني بريزم؟ هو الوحدة الرئيسية لتكوين الإنامل. هسه رح نشرح عنها كمان شوي بس ناخذ الهيستولوجيكال إنامل.
والأميلوجينين بيتم استبداله بالكريستالز عشان في مرحلة الماتوريشن اللي هي after crown completion and before eruption. طيب varies from 0.05% to 3% depending on the regulatory of the crystals. كيف يعني؟ يعني الماتشور إنعمل نسبته من 1 لـ 2%، النسبة الحقيقية له هي 0.05% لـ 3%، وبيختلف هاي النسبة يعني بالنسبة لشو؟ بالنسبة للريجولاتوري اوف ذا كريستالز. كل ما كانت الكريستالز ستاكد اكثر ببعض، ما فيش فيهم ولا اي عائق، تكون الريجولاتوري تبعتهم مظبوطة 100% كل ما قلت كمية الاورجانيك ماتريكس. اشي منطقي. 50 لـ 90% small molecules, peptides and free amino acids, particularly glycine and glutamic acid. هذا مهم. glycine and glutamic acid. larger protein complexes of amylogenins and non-amylogenins enamelins. the highest concentration of the proteins in enamel is in tufts at dentino enamel junction. أكبر كمية من الأورجانيك ماتريكس أو أكثر كمية من الأميلوجينينز أو أكثر كمية من البروتينز وين موجودة؟ موجودة في التفتس بمنطقة الدنتين enamel junction. larger molecular weight components contain components rich in carbohydrates. lipid content 1% by weight of enamel may represent remnants of cell membranes. remnants of cell membranes لشو؟ للأميلوجينينز. الأميلوجينينز عبارة عن بروتينات عليها cell membranes وخلايا بدها تتحطم، بدها تتكسر، بده يحل محلها كريستالز. هاي الخلايا الريمننس تبعتها هي عبارة عن الليبيد. الريمننس اوف سيل ميمبرين تبعونها هي عبارة عن الليبيد، أميلوبلاست. طبعا خلايا الأميلوبلاست مش الأميلوجين. الأميلوجين هو بروتين. proteins and peptides account for less than 2% of mature enamel weight and 25 لـ 30% of early enamel. The bulk of the developing enamel matrix 90 لـ 95% is the protein amylogenin produced by amyloblasts. lipids هنا remnants of cell membrane هي للأميلوبلاست. Amylogenins hydrophobic and tend to aggregate into clumps. They spread throughout the whole developing enamel resulting in a gel matrix through which molecules and ions spread rapidly. This helps in the formation of large crystals. Non-amylogenins such as tuftalin may be derived from plasma albumin, contain distinct components secreted by amyloblasts. They may have a role in mineralization. الاثنين عندهم role in mineralization, formation of large crystals and a role in mineralization. Due to its high mineral content, 96%, enamel is totally lost in demineralized section. Histology, في عنا two histological sections. There is a decalcified or demineralized sections and there are ground sections. Ground sections بتعني حف، هي عملية حف. Demineralized section عملية التخلص من جميع المينرالز. So إذا إحنا تخلصنا من جميع المينرالز ما راح يبين عندي الإنامل، راح يبين عندي الدنتين لأنه بتكون من 25% من organic matrix. الإنامل ما راح يبين لأنه 96% منه هو عبارة عن مينرالز. هذا سؤال كثير بتكرر في امتحانات دكتور فراس. Enamel structure is mainly studied in the ground sections. كيف بندرس enamel structure في the ground section؟ Immature enamel can be studied in demineralized sections due to its high protein content 25 لـ 30%. So إذا إحنا شفنا في histological section وعرفنا إنها decalcified أو demineralized وشفنا الإنامل فيها، معناته هذا الإنامل is immature. Outer dental epithelium هذا embryological، مأخوذة من الإمبريولوجي. Embryological tooth الإنامل تبعه هي مبين. So it is immature enamel. Stellate reticulum. دروسوف الإمبريولوجيكال. Prisms, rods are the basic structural units of enamel. What is the prisms? What is the rods? The rods are the basic structural units of enamel. The basic structural units of enamel. Of enamel is the prisms or rods are the basic structural units of enamel. Each prism consists of several million hydroxyapatite crystals packed into a long thin rod 5 to 6 micrometer in diameter and up to 2.5 millimeter in length. كل prism تتكون من ملايين الهيدروكسيابتايت كريستالز كلياتها stacked, packed into stacked
long thin rod. هذا long thin rod بنسميه prism, which is the basic, which is وحدة البناء الرئيسية للإنهامل, in diameter and up to. هاي الأرقام مش مهمة يعني حفظها. بريزم. طب هون في الصورة مأشر على هذا الخط وهذا الخط, هل هذا يعني إنه هذا الخط اللي بالنص هون أو هذا اللي بالنص هون is not an enamel rod؟ بلى, هو enamel rod, enamel prism, والشكل هذا بيعتمد على كيفية قطع السكشن. Prisms are separated by inter-rod substance crystals with different orientation. شو هم الانتر-رود crystals, inter-rod substance؟ هم نفسهم رود, هم نفسهم prisms, ولكن نتيجة لقطعة السكشن اللي أنا أخذته طلع عندي شكل هيك, طلع عندي شكل هيك. الدكتور رح يحكي لكم إن الرود هو عبارة عن الهيد والانتر-رود هي عبارة عن التيلز. السؤال بيجي في اللاب. Crystals with different orientation deviate by 40 ل 60 درجة. هذول الكريستلز والخلايا تأخذ فترات استراحة, كمان شوي راح نشرح عن فترات الاستراحة. تأخذ فترات استراحة, هي وصلت لغاية هون, أخذت فترة استراحتها, غيرت طريقة مشيها أو طريقة الديفيشن تبعها, عملت ديفيشن, فبعدها مشيت بطريق أخرى, سو صار في عندي شكل آخر هون سمينا انتر رود. Prism boundaries reflect a sudden change in crystallite orientation. Slightly undulating course that reflects amyloblast path during secretion. هيو slightly undulating course. Amyloblast هي اللي كانت تفرز لي البريزم. كل واحدة, كل خلية واحدة من الأميلوبلاست تفرز لي واحد بريزم. هاي الأميلوبلاست عملت لي undulating course that reflects amyloblast path during secretion. Prism boundaries reflect a sudden change in crystallite orientation. واضحة. Prisms in cross-section appear in different patterns, but the keyhole pattern, pattern 3, is predominate. كثير في أشكال بتطلع عنا حسب كيف قطعة السكشن. Prisms have head and tail regions. The tail of one prism lays between the head of two adjacent prisms. هسا بنشوف كيف. An abrupt change of crystal orientation at the prism boundary is responsible for the optical appearance of the boundary. يعني أي قطعة لا السكشن نفسه, أنا abrupt change, تغير في السكشن, هو المسؤول عن الشكل تبع الباوندري أو تبع البريزم. أي هنا head, أي هنا الهيد, أي هنا تيل, head تيل, head تيل, head تيل, بهذا الشكل. أي between the head and tail have head and tail regions. The tail of one prism lies between the heads of the two adjacent prisms. The tail lays between the head of two adjacent prisms. The crystals in the head of the prism run parallel to the long axis of the prism. In the tail, the crystals diverge gradually to become angled at 65. شو سبب هذا؟ إنه الأميلوبلاست أخذت فترة استراحة, بعد الفترة استراحة عملت deviation ومشيت بشكل آخر. The change from head to tail is gradual in each prism. However, a tail of one prism shows a sudden divergence from the head of an adjacent prism. A variation of a prism shape may be encountered in cross section. This is dependent on the angle at which the section was cut. إذا قطعنا ب 90 درجة راح يعطينا keyhole, which is pattern 3. إذا قطعنا هيك راح يعطينا rectangle. عشان نحكي عن هانتر شريجر باند.